اهلا وسهلا بحضراتكم مجددا كل متابعين تلفزيون اليوم السابع في كل مكان. في واقعه مؤسفه جدا الحقيقه تم رصدها من خلال مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. بيظهر في هذا الفيديو شخص داخل قطار اثناء تحرشه بطفل نائم بجواره. طبعا فور انتشار الفيديو قدم المجلس القومي للامومه والطفوله بلاغ للنيابه العامه واللي بدورها بشرت التحقيقات وأمرت بحبس المتهم. لمعرفة تفاصيل أكثر حول الواقعة معنا الأستاذ صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ خور وأستاذ المشاهدين جدا. أهلا بيك. في البداية عايز أعرف من حضرتك تفاصيل الواقعة. اللي حصل إن إحنا يوم 12/6 الماضي وحدة التواصل الاجتماعي خط نجد الطفل وصلت فيديو منشور على صفحة أحد الأشخاص على الفيسبوك. الفيديو مدته تقريبا 10 دقائق و33 ثانية. بيظهر أحد الأشخاص في وضع مريض داخل قطار وكان بيستوي جواره طفل وفي حركات مش واضحة أو مش تبعية. احنا على الفور نعم وأبلغنا مكتب معالم الشرع النائب العام اللي بالفعل هو الشخص اللي نشر الفيديو ويعرفني منه التفاصيل واني المتهم او الشخص المشتبه فيه في هذا الفيديو نزل في احدى محطات محافظه سوهاج وبالفعل تم احاله البلاغ لنيابه استهلاك اسيوط ومنها الى نيابه سوهاج وبالفعل تحرر المحضر 3568 سنه 2021 الى مركز سوهاج وبداوا التحقيق وسمعوا الاستاذ اللي مصور الفيديو واجلب اقواله انه زي ما شفناها في الفيديو شاف احد الاشخاص في وضع مريض اضطر يصور الفيديو وبعدين عرضوا على شخص كان قاعد جنبه في القطار وقام اشتبكوا مع هذا الشخص اللي نزل في احدى محطات سوهاج مسرعا ونبشت اجراءاتها وتحريات الشرطه مشكوره توصلت ليه وتم القبض عليه وبشرت النيابه تحياته وزي ما شفنا صدر قرار مع المكتب معالي مشتري النائب العام بحبس المتهم 4 ايام وتم تجديده معرفه القتل الجزئي. طب الوصول للطفل الضحيه ما زال حتى يكون الشرطه بتوالي عنه لان وجوده الجريمه ثابته بالمناسبه ومقطع الفيديو ثابتها المتهم انقذ لكن في شهود في الكاميرات المراقبه في المحطه اللي نزل فيها اثبتت نزوله فيها واثبتت قبلها في احدى محطات محطه المنيا نزول هذا الطفل هذا الشخص ومتصور فيها مثبت في كاميرات المراقبه اللي حرزتها النيابه العامه وان الشخص المشتبه فيه او القائم بهذا الفعل الاجرامي نزل مع الطفل واعطاه مبلغ من المال. هو قال ان الولد كان يعني حالته الماديه تصعب عليه او ما شابه ذلك فقناع جنبه بزنام لما نزل اداله فلوس. لكن الشهود او الناس اللي صوروا الفيديو كانوا شاهدين على الواقع قالوا انه اعطى له مبلغ مقابل الفعل اللي قام به. النيابه العامه مكلفه الشرطه بمواليد البحث عن الطفل من الشخص اللي نزل عليه لان وجوده بالتاكيد مفيد لاثبات الجريمه اكثر وكمان في العقوبه اللي هتصدر توجه ضد المتهم عما اذا كان هناك كان بامكان وفقا للماده 268. انا لسه طبعا يعني هاجي لحضرتك في فكره انه هل القانون او العقوبه اللي بتوقع على الطفل البالغ غير العقوبه اللي بتوقع على الشخص او الطفل غير البالغ فده يعني خليني بس امشي بترتيب الاسئله مع حضرتك علشان تبقى الصوره واضحه للمشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي. كان في سؤال مهم جدا يمكن الوقائع المؤسفه وظاهره التحرش بالاطفال انتشرت في الفتره الاخيره. هل هناك وقائع اخرى تم رصدها من قبل المجلس القومي للامومه والطفوله بتتعلق بالتحرش بالاطفال؟ الحقيقه ان وقائع التحرش خلينا نقول وقائع هتك العرض وافساد الاخلاق عموما سواء بتبدا بتحرش او بهتك عرض او بواقعة انثى بغير رضاها موجودة للأسف في المجتمع ما نقدرش ننكرها وده واضح من خلال البلاغات اللي بتجيلنا. احنا النهاردة صباحا ورد لنا وقائتين احدهما في مركز أسيم محافظة الجيزة لطفل عمرها 4 سنوات وتعرض لها كعرض على احد الجيران ووقعت وقعة اخرى في محافظة دمياط لطفل ايضا تعرض لها كعرض على احد الجيران. للأسف عمره هذا الشخص المتهم عمره تعدى 60 من عمره. للأسف هذه الوقائع 60 سنة 68 بالضبط وده للاسف احنا بنحاول نشتغل على الاتصال المستمر من خلال اتجاهين او محورين. الاول التوعيه المستمره للاسر
ازاي تحافظ على اطفالها، ازاي نوعي الاطفال يحافظ على اجسادهم ما حدش يقرب منهم، اذا تعرضوا لاي اذى يبادروا بابلاغ اسرهم، يبادروا بابلاغ المختص او المهنيه بالتاكيد مبينيها خط نجده الطفل اللي بيطلب سريه البيانات. تمام. نحن على مسار اخر نحاول تسجيل العقوبه علىها، يكون هناك رادع خاص للمتهمين ورادع عام للمجتمع او اي شخص. طبعا وانا افهم من كلام حضرتك يا استاذ صبري ان وقعت التحرش بالطفل ما هيش ظاهره نادره يعني فيما يتعلق بوقائع التحرش بالاطفال، لكن انا عايزه اعرف هل وقائع التحرش بالاطفال الذكور هي الاكثر ام هناك وقائع اخرى تم رصدها من خلال المجلس؟ الحقيقه بالنسبه للاناث او الذكور تقريبا الارقام متقاربه، يعني النسب مش عاليه بين الطرفين، لان للاسف الشخص مش عاوز اقول مريض عشان الدفاع او المحامين ما يستغلوش لمصلحته، لكن دي مرض منتشر بالفعل مشهور ومعروف، والناس بعض الشخص للاسف بسبب الافلام اللي بيشوفوها، الممارسات اللي بيشوفوها المجتمع، سوء التربيه، البعد عن الدين، اسباب كثيره او بتدفع الاشخاص لارتكاب مثل هذه الافعال. يعني الاول يقولوا ظروف الزواج ومش قادرين يتزوجوا، لا احنا عندنا وقائع اخيرا الواقع اللي احنا فيها، اذا الشخص المتهم في وقعه التحرش بالقطار متزوج من سيدتين عنده 8 ابناء يعتبر جد عمره تعدى 50 سنه او 58 سنه بالتاكيد، للاسف يعني ما لهاش علاقه بالظروف الاقتصاديه ولا الاجتماعيه، هيبقى للاسف امور اخلاقيه نفس الشخص نفسه. مش عايز برضه اخوف المجتمع قوي واقول ان هي ظاهره، لكن الحقيقه انها موجوده. موجوده في بعض الاعداد قد لا ترتفع او قد تنخفض في بعض الاحيان عشان المجتمع ما يبقاش في حاله قلق، لكن موجود. الاجراءات اللي بيتم اتخاذها من قبل المجلس فيما يتعلق برصد وقائع التحرش بالاطفال. احنا بدايه لدينا تدخل وقائي مستمر من خلال التوعيه المستمره للاطفال واثرهم بطريقه صحيحه، ازاي يحافظوا على نفسهم، ازاي يحافظوا على الطفل. كمان احنا مشروع قانون نعمل تقديمه للجهات الامنيه بتقوم بالتحرش والاطفال. الخاص بالاطفال حضرتك تقصد؟ طبعا الخاص بالاطفال احنا عملنا، وده بالتاكيد احنا برضه محتاجين تدخل الاعلام وحضراتكم مسؤولين، لازم نعمل بصفه مستمره على مش عاوزين نخوف المجتمع من فرص هذه الجرائم، لكن محتاجين نعمل توعيه زي ما قلت لحضرتك للاطفال واسرهم، ازاي يتحملوا هذه الوقائع، ازاي يحافظوا. طيب يعني انا كمان عايزه اعرف من حضرتك، يعني اكيد حضرتك اللي دلوقتي بتقوله لنا انه وقعتين في يوم واحد تحرش باطفال وهتك عرض، اكيد مر عليك وقائع غريبه، ايه اصعب او اغرب الوقائع المؤسفه اللي رصدها المجلس واتخذ بشانها الاجراءات القانونيه؟ فيما يتعلق بجرائم التحرش او هتك العرض، اكثر ما يؤلمنا وقائع كان المحارم لما بيكون الاعتداء من داخل محيط الاسره. مؤسف بالنسبه لنا لما بيجي لنا بلاغات للاسف اكثر من بلاغ الفتره اللي فاتت، اب يعتدي على ابنته، وللاسف في احوال كثيره بتحمل منه الطفل وتنجب، والنتيجه بيبقى طفل لا قانون ولا شرع يناسبه من الام ولا الاب، ويكون مصير الطفل ان احنا نستخدمه شهاده ميلاد افتراضيه اسم لا علاقه لها بالاب ولا الام، وللاسف بيكون مصير الطفل ده اعداد الرعايه، والبنت المبني عليها تعرضت لاذى نفسي بالغ، لاني للاسف من قام بهذا الفعل عليها هو الشخص اللي المفروض يحميها. فهذه الوقائع بالنسبه لنا بتشكل حاجه على مستوى الفرد. كمان وقائع ان هات العيد بقى سن صغير، يعني برضه حضرتك وقع للبنت في سن 4 سنوات من قبلها اطفال شفنا الوقائع، فقط ما تخاف خالص تلاقي طفله تكون اختار طفله اخرى عمرها وقت كره السنين. للاسف مثل هذه الجرائم تكفيل على المجتمع، لا تمس المجتمع المصري الملتزم بطبيعته طبعا، لكن لا تمسها باي سنه، لكنها حدث فرديا بعض الاشخاص للاسف الشيطان واخلاقهم وصلوهم مثل هذه الوقائع اللي حضرتك وصلوا. طيب انا كمان عايز اعرف من حضرتك ايه هي اقصى عقوبه ممكن يتم توجيهها للمتهم بالاعتداء والتحرش بالاطفال؟ احنا الواقعه حتى تحديدا لدينا الماده 268 و 269 من قانون العقوبات. الماده 268 بتتكلم على هات العرض عموما بغض النظر عن سنه، دي عقوبتها السجن المشدد. اذا كان عموما وقعت عليه الجريمه اقل من 18 بتصل العقوبه للسجن المشدد مده لا تقل عن 7 سنوات. لكن الماده 269 بتتكلم على اذا هات العرض كان واقع على صبي او صبيه
طبية صغيرة لم يبلغ 18 من عمرهم بيعطوا تأسد لو كان هاتف الأرض من غير قوة أو تهديد، ولو كان المبني عليه الصبي أو الصبية في النوم لم يجاوز 12 سنة الجريمة بتصل للسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات. في كل الأحوال إحنا نتكلم عن سجن مشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، إحنا نأمل بتشديد العقوبة لتصل إلى ما هو أكثر من ذلك. حتى نستوى مع برنامج مواقف أنصف بغير الإضافة اللي تصل لأتام السجن المؤبد، لأن السجن إذا النفس للطفلة أو الطفل اللي هيفضل مصاحبه طول عمره وقع، الإزاء اللي وقع على الأسرة من الحالة اللي وقع فيها ابنها أو ابنتها وقع، وبالتالي الجريمة هنا وقعت من وراء إننا محتاجين تجديد العقوبة أكثر من هذا لعلنا نصل إلى المجتمع ضد هذه الكلمة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، شكرا لحضرتك شكرا جزيلا وشكرا لكل المجهودات اللي حضراتكم بتقوموا بيها. شكرا لحضرتك والسادة مشاهدي ومتابعي قناة ريم السابع، وشكرا لقناة ريم السابع على متابعتها واللي بتقدمه للمجتمع. شكرا يا فندم. شكرا موصول لحضراتكم كل متابعينا في كل مكان، وانتظرونا في تغطية أخرى على مدار اليوم. إلى اللقاء.